عامر اخوي، مرحبا اخويا ديل، نعم بغيت اخويا ادم. نعاودك القصه ديالي اخويا، نعاودك على الطفول ديالي اللي عشت معاه. انا مجنون بزاف اخوي. مرحبا اخويا ديل. قبل ما يعاودنا ديل، يلا الاخوان كلشي برك عليها، جيم بارطاجي، واللي دارها يكتب لي في كومنتير تمت العمليه بنجاح. خويا عادل نورتينا، تفضل عاود قاعدك اللي بغيتي، مرحبا حنا اخوي تنسمعوك بدر. عادل. مرحبا اخوي بدر. بدك بسم الله. تفضل يا عادل. خوي بدر، احنا كنا كنعيشو في المدينة، تخلقت انا في المدينة. تسمعني؟ تنسمعك. تخلقنا في المدينة خويا، تخلقت في المدينة، دوزت واحد 5 سنين ورحنا للعروبية، كانت عندنا الدار في المدينة وواحد الدار في العروبية. نهار اللي تولدت اخي بدر، كتب جا نهار اللي تولدت سماوني واحد السمية النوبة الأولى. ليلة السبوع جاو الوالدة عندها واحد 7 ديال العيالات، قالوا لها ما يمكنلكش تسمي هاد السمية، سميها فهمتي اسم عبد. قالوا لي ما تسم بتلي ليه السمية، علاش؟ بتليلة. ما انا فهمت، انا اصلا زهري. قالوا لها ما يمكنلكش تسمي هاد السمية، عاودي له السمية، شنو تسمية شنو تسمية. ومشاو بحالهم، ما عرفتش، كانوا لابسين 7 بيهم البيض، ما وكانت تتعرفهمش؟ هي والوالد فاق. لا ما كتعرفهمش، بصفة دخلوا ما عرفتهمش كاع. كيفاش وجهوا الدار؟ هكذا مشاو بحال بلاش باش نفهموا جاو شي عند بحال في فيقوا على الدار. النعاس بحال هكا. فيقوا على النعاس بحال شكل الهدف، فيقوا هذا. لو ما يمكنلكش تسمي هذا الاسم، سمي هذا الاسم هذا، حقاش ما ذبحوش السمية باش لا غدا يديروا السبور. هي هذيك باش فاقت، صافي عاودوا السمية ديالك. انا عندي جوج سميات، السمية الأولى هكذا والسمية عبد. صافي هذيك باش تولد عادي، حقاش هذا جا الوالد قال لها يلا يلا نمشيو للمدينة للعربية، بعد الدار نكريوها حقاش الوالدة كانت عندها هادي. صافي هي هذيك باش مشاو، كبرت تما، صدق الوالدة نصبوا عليها خوالي عليه، وداو لها الواد ديالها كله، ما خلاو لها حتى حاجة، أي حاجة ديالها داوها لها. بقى لها مسكينة، هي ما قريتش مزيان، بقى عليها سنين هنا، داو لها أي حاجة. صافي خرجنا للعربية، صافي الوالد كان طماع ديك الساعة، شاف الوالدة طبت الفلوس وداكشي ما بقالهاش، صافي تخلى عليا في هذاك العمر في الأول باش ندخل نبدا نقرا، سمح فينا ومشى. مبقاش يعقل علينا كاع، حتى درهم ما تعطيني حتى. كنت نعيش واحد الجوع خايب بدر، ما عمري نسى ديك الفاقة اللي دوزتو. هي ديك خويا بدر، صافي وحنا الدار ديالنا فيها واحد هذيك العربية، فيها واحد الحنوشة، جوج حنوشة، واحد خضر عادي، واحد فيه اللون ديالو بحال اللون ديال الذهب. واحد النهار هكا نقص قراها، قلت لوالدي هاد الحنوشه اللي عندك اولدي، مشينا شنو نضربهم ولا شي حاجه. قلت لها علاش؟ قلت لي ما تضربهمش وصافي، خليهم راهم عايشين هنايا ما تقاسمش. صافي خي بدر، صافي بقيت نلقى ما ناكل شي حاجه، شي ماكله ما بقيت نلقى ما ناكل. واحد النهار ديك الحنوش الخضر دايز، وقف هكا بحال الصفه ديالي، السلام لاباس. قال لي انا شوف، انا كون نهار بقيتك تاكل، كون نهار نتهلاو فيك، انت معانا هنايا بقى نتهلاو فيك ديما. بغيت باش نفهم انت، شوف غير عاود غير دابا، انت كان داك الحنش الخضر حتى شويه تحول، ولا هو اللي تيهضر معاك داك الحنش؟ تتحول تولي انسان بحال الانسان، باش تعرف اخي بدر شي الجن كيبغي يتحول بصفه الانسان. ما عمر هادي اي جن ما يمكنلوش يبدل رجلو كما كان نوعو، ما يتبدلش رجلو، رجلو كتبقى بحال شكل البقر، ولكن هو راه صفة الانسان كيهضر معاك وكذا، ولكن رجلو ما عمرها تتغير، فهمتي؟ داك الانسان دابا بحال باش هو تيجي يخرج عندي كيدوز بحال الحنش، كيهضر معايا صافي، تيتسيف عادي. في الصباح مثلا فيقت، في الصباح مسكين مثلا فيقت، كثر الجوع اللي كانت فيا كنفيق، تنقوم حاط لي الماكله، حاطين شي ديسير، ما عمري شي حوايج مع عمري كليتهم، كنت حاطهم المساك في الماكله وهادي، تيخرج تلعبوني وياه. التوقيت ديالهم خايب هضر باش تعرف، هما تيخرجوا مور العصر، كيأدى العصر صافي تيخرج. بحال كيما كيكون عندنا الضياف تيبغي يجي يلعب معايا في البيت وكذا وهادي، حقاش كنحس بيه بحال خوف، فيما مشى تلقى معايا في جنبي. هذاك الحنش الخضر الخضر ملي كيكون انا ملي كيكون عندنا الضياف تيكون فهمتي بحال شكل، انا نعاود لك كيف تنوصل لك، تيبقى يحط لي بحال كنجي يلعبوني وياه فهمتي، تعطيني الماكله. هو امو اصلا، هو اصلا مسلمين ما في تيصلي واد، امو عرفتي شحال اخاي بدر، تكون امو عنده بحال كان تنقولوا حنا داك 140 عام 150 عام، والده ولد مازال صغير في السن ديالي اللي كنت انا ذاك الوقت. وشحال كانت في عمرك؟
ديك الساعه كنت في عمري 15. إيه انا عارف راه زعما راه بلو راك عارف انا حتى هنا قربنا نرحلوا في الف في في 2011 قربنا نرحلوا هو وانا كنهضر معاهم عاد هي ديك خيباتر صافي كنت نموت بالجوع ومساكن كنت نبقى فيهم كيعطيني ناكل في الصباح في الصباح كي كنفيق كنمشي للبلايصه ديالي كنقام حاطين الماكله صافي تنى ناكل تحطوا لي التمر شي ماكله عرفتي داك الشيء اللي كنت نشتيها كيعطيو لي مساكن ناكل بحال هكا كيمشي معايا تنخرج انا وياه تنسير انا وياه بحال هكا ملي كنكون كجيب لي كنبقى تيتعرض لي وحضنا الخيباتر وكنت انا كنت نقرا كنت عندي ني شورت وكيت ما فقط هما اللي كانوا في راس مالي وحضنا جاودنا واحد الضياف جاودنا واحد الضياف وديك الكيت مسرق عليه ديك الضيف اللي جاتنا صافي كي كنت شليس اللي بيت لي انا نمشي نجيبها ونجي ما كملتش عرفتي شحال ما كملتش حتى في الكونيكسيون شنو قلتي منين سرق لك من سرق لك هذاك الكيت ما سرق لي الكيت ما خايب دالي كانت واحد واحد من العائلة دالي كانت مايلي فراس معلي كنمشي بها المدرسة البرد كله بقيت نبكي ودخلت للبيت وقلت انا غنبقى دابا البيت اجي انا نمشي نجيبها كنجي ما كملش عرفتي من البيت للبيت ما كملش دقيقة مشيت جيت سقيت وجابها حتى عافاك خليك في شي بلاصة فيها الكونيكسيون عادل خليك في شي بلاصة فيها الكونيكسيون كلشي يبارك على جيم باش ما يوقفش لايف كلشي يبقى يبارك على جيم عادل اخويا بدر كسناني دابا مزيان اه كمل لي قلت لك اخويا بدر سرق لي هذيك الكيطما كانت فيها الحمر والكحل وانا ما عندي ما نلبس قلت له صافي تبكي قال لي ما تبكيش انا نمشي نجيبها لك ونجي معاك وبقات الخمسه العشيه قال لي انا نمشي نجيبها لك ونجي ما كملش قلت لك حتى دقيقه ما بين البيت والبيت مشيت قال لي انا نمشي ونجي مشيت جيت كنت مسكن حطها لي فوق الناموسيه صافي لبستها هو بحكم خيبات ما كتسخروا امو الجزائر ولا شي حاجه ما كيدوزش قلت لك تكتبش وحقش معنا من العائله في الجزائر كيمشي حتى للجزائر ما فهمتني بحال ما كاينش حتى ثانيه ما كيتقا وصل بشاجه بالصحراء وجه بحال باش تعرف خيبات عاوتاني بحال كتقول له جيب لي بحال كاشي بانكا فلوس ما يمكنش الجن تحققش لكم هي كاع بصفه عامه الجن فهمتي تكذب عليك تقول لك راه جنتي اللي قرر لك جان هذا وهذا راه هي كيكذب بحال كيقول لك راه يمكن لك يجيب لك ويدير لك غير اللي فهمتي اللي كان شي مسلم كيتهلا فيك وكذا مساكن هما كان محليين فيه واحد تهلا بوحده حتى كبرت كبرت هما مزال كيتهلاو فيا تنتلاقاو تناكل معاهم عادي هي داك هي خيبات روح ما كتمشي للمدرسه حتى بحال هكا 12 ملي كنمشي نقرا في 12 كتعد لنا التوقيت ديال 12 12 ما كيجيش عندي كاع مع ديك الربعات العامية كنخرج مع ديك الخمسة العشية ديما كنقعد تيتعرض لي تمشي فين ويا الطريق المهم تكون غادي معايا مع تكون غادي مع الدراري تيولي بحال شكل شي برطال بحال داك المقنين تيولي تيتحول بحال شكل المقنين في الطوير اللوينات وكذا واخا تشوف الدراري كيبقى يضرب فوق منا تيقول لي الطوير ما فهمتوش تيبقى كل شيء كيجي لهنايا قلت له ما تضربوش مسكين هذا راه عنده شي ولاد وهنا انا عارفه هو كيجي حدايا اصلا ملي تكون انا غادي عرفتي في العشيه بوحدي ولا شي حاجه تيخرجني بحال الحنج تيمشي انا كنهضرو وكذا تيسمعي الشكاره تيجيب لي الماكله تيسولني واش عطاوك الماكله في القيصه ما عطا ما تنقول له عطاوني صح واحد النهار كنت راه كنت واحد التمر ديال داك اسرائيل عرفتي ديك التمر الغليظ كنت ورد شي تمسا كنت ناكل داك التمر كنت لهم حتى داك التمر ما يمشي مشى جابوا لي واحد المذاق ديالو مازال الان ما عمري نسيت ديك الحلاوه ديالو هي ديك خيبه تراب بالليل عاوتاني كنت غاب بالليل كنت نمشي فهمتي تمشي بحال واحد الفيرما كانت حدا انا واحد الفيرما خيبه تراب ما يمكنلكش تدخلها فهمتي خصك في الصباح كانت عندنا واحد النعجه كنمشي نعطيها نجيب لها داك الربيع وداك الشيء كنمشي بالليل اصلا ما كنتش في التالي ملي كبرت هذاك شويه ما كنعرفش شنو هو الخوف كاع نمشي اي بلاصه بالليل ما كنعرفش شنو هو الخوف كنمشي مشيت واحد البلاصه ديك الفيرما هذيك الفيرما فيها هذيك الجهه هذيك الجهه فيها الجن الشياطين وكذا عامر التعابين واحد البلاصه كدوز من حداها كتلقى واحد الكاب عامر بحنوشه وما ديك الحنوشه كلهم جن قال فهمتي قال لي ما بقاش دوز من تما قال لي سير تحرك من هي واحد النهار مشيت تما عرفتي واحد ماشي باشر خرج لي واحد باشر كبير بحال قال لي قلت لك ما بقاش دوز من هنا
مسكين عرفتي كي دار واحد الصعوبة واحد السرعة ما عمرني مشيت بيها، كان غادي معايا واحد الدري صاحبي قال لي بزاف هاد السرعة اللي ولات فيك نتايا، قال لي باش رجعت قال لي ما بقاش دوز من تما راه ملي لقيت كدوز تما راه تقاعد وكذا، قال لي هذاك تما راه كان الشياطين بزاف. واحد النهار عاوتاني خايب هضر كنت غادي كنتمشى كنت غنطيح نتهرس من رجلي بحال جرحت عرفتي واحد الطيحة صار مسكين عرفتي كي داير لي فهمتي كي كتساعدني بزاف د الحوايج، جيت نطيح في واحد الحفرة كبيرة عرفتي دفعني حتى واحد النص دري تيقولوا لي انت شنو كيفاش وصلت حتى قدرتي نقص هذه الحفره كلها ما تحتيش فيها تقول ما ربي معايا وصافي. وهادو جنون مسلمين مسلمين ديما كان كامو كتصلي وكذا، مسكينه امو اصلا هي مسلمه كتطيب الملحه، الملحه ما كيديروش الملحه بزاف، كتقول لها انا كطيب لك الملحه انت كتعجبك وكذا كتطيب الملحه وتمشي بحال الداريه، الداريه ناشفه هي ما فيها حتى حاجه، كتكون في واحد القيصه ما عندها لا خطوريه لا والو، كتمشي كنقال العنقود تعلم معاه اللقنة هادي تمشي ناكلو عادي. بصح مسكينة ولدي كتبقى تقول لي كيفاش كتاكل ونشوف كي ما كتقولش تاكل مزيان وكذا شنو كتاكل في الزنقة، كنت نقول لها لا تاكل هيك انا اصلا كانت عارفة والو تهجم، لا هي كانت عارفة شي عارفة شي حاجة كاينة تما، كتقول لي ما تقي هذاك الحلوشة ما تقيسهمش هذاك الحلوشة عندك شي تقيسهم، تنقول لها لا يا فهمتي مع الوقت كبرت كبرت قالت لي راه كنتي تشوف واحد المرة تما هزا خلى يدي ما كتمش تتوضا وكذا تا فهمتي، وقلت لها صافي تا الولد شافت امك، قالت لي ديما كتشوف واحد المرة في الوقيته ديال الصباح ياك تنوض بكري تعجن، راه الناس العربيين تيكونوا خصك تنوض بالصباح بكري وتعجن وكذا، كان ديما كتشوف هزا هزا داخل هذاك البيت هي هذيك اللي صافي باش هذاك تقطي الماكله كتعطيني، يعني هما عندهم واحد السيسه خايبه غير مختلفه على الزيت ديالنا، عندهم واحد المذاق ديالها زوين، وما مسكينه كديما كتصلى فيا ديما ما عمرها اي حاجه الماكله كتقول لها هي كتخلي لي فواحد البليصه، شفت في الغدا كنلقاها تما في العشاء كنلقاها تما في الفطور كنلقاها تما، وسميت واحد النهار عاوتاني جا واحد الحنش كبير بغا يتمرد واحد الحمامات جا كبير، انا صحني انا كنت ناعس مع داك العاصر شاف يقني قال لي نوض راه شي حنج يقول لك هاد الحمامات ما يقتلوه راه ماشي جن هذاك ماشي منا حنا زعما يقتلوه، وفعلا بقيت تنضربو تنضربو حتى طاح سميتو قلت لي خايب اضرب في مدابس مكتوب طايف وكذا، تنحس بحال بحال شي واحد تيعاوني قليل فهمتي حقاش كنت يحقروني الدراري تما بزاف، تنحس بيه ديما تيعاوني في جنبي ديما لا بحدايا بحال كنت نعتبر بحال خويا، يا داك خايب هضر كبرنا بقيت انا نقول له رحنا صافي، كنت نقول له زعما انت نفكروا الرحله، وقال لي صافي اللي رحلت وصافي، وكنت عندنا خايب هضر واحد الشرده تبارك الله كلها خضراء كانت فيها فهمت الكرام وداك الشيء كلشي خضر، كان عندنا ثلاثه البيار تبارك الله عامرين بالماء وعوينه، واحد العوينه كنت يقول لي ما تهولهاش ما تيقول لي هذاك واحد القط كحل تيقول لي هذاك ما تبش نمشي نضربو، تيقول لي داك راه حنا معادين معاه ما تضربو ما والو حقا سوا داك القط كحل من الشياطين فهمتي، ديما سبحان الله داك قتلو هي كتود المغرب تيكون خرج داك العوينه وتيجلس فوق منها وتيبقى قاعد هو قط كحل، دابا بنادم اللي في العروبيه يخصو يود العاصر ما خصو ليه يضرب الحنج اللي هادي سمي الله عادي يضرب فهمتي، راه ما كيتحولو بزاف دابا كيجبرك تكون انت مربيه وتشوفوا هذا تقول عليك ديالي، ولكن هو تيتحول تلقى راه هو جن خاص الانسان كاع يضرب الحنوشه في العربي يسمي الله وكذا وعادي يضرب حتى في الدين تيقولها لك تيقول لك خاصك تستحلفوا بالله باش انه يمشي ديك البلاصه ثلاثه ديال المرات وتكبر ثلاثه المرات عاد قتلو تكبر عاد ضرب حيت سواء يكون جن وتقتلو ما كاينش المشكل ما غيتادم ما والو، ولكن الا مشيتي ضربتيه الا مشيتي ضربتيه بلا اللي ضربتي هكاك صاير غتأذى فهمتي، دابا هما مساكن هذوك الجنين المسلمين خايب عطاهم كيأذيوك شويه فهمتي شحال مرة كتبكي كتنتعامل معاهم عادي وتيعاودوا لك كيفاش الحياة ديالهم تيقولك شحال فهمتي تيتقوا الله حقاش ما عارفهمش هما حقاش هما اللي مهيئين في هذاك السيف، أما هذوك الشياطين وكذا كيخرجوا في سيف كلاب كحل وهذا وقطط كحل هذو ليس تيكونوا فهمتي تيكونوا تيكون في سبب الصياد هي داك خايب هضر نكمل لك واش هي داك خايب هضر بجينا نرحلو وصافي مشينا نرحلو قلت له رحنا نرحلو هذا قال لي وصافي قال لي انت وحشاك وكذا وهادي قال لي لا رحلت حتى حنا نطلع عند عائلتنا الجزائر ما نوليوش انا على الدار هادي قلنا صافي قلنا حنا كنا عايشين معاكم انتوما
كاين مشيتي صافي ما نبقاش نولي نجي لهاد زعما المغرب كاع بصفة عام. قلت له صافي اخي، قلت له رانا دكتور دابا حنا كبرنا خصنا نمشي نرجع للدار ديالنا ديال المدينه، وغادي صافي طريق لنا الوراق وغادي خصنا نرجع تما نعيش بحالي. بقات يرغبني تقول له جلس بحالك صافي. قال لي فهمتي، قال لي انت ما نسخاش بيك وانت ما تسخاش بيا. قلت له صافي حنا نرحلو، هي ديك خاي باطر صافي قررنا باش الرحله وهادي صافي. المهم فهمتي حتى نحس بيه في التالي مسكين بحالي تعصب بحالي فهمتي بقى فيه الحال، بقى فيه الحال. عرفتي كان عندنا واحد البرد في السطح طيحوه لي، طيح لي فهمتي، بقى كيسد الباب تسد عليه باب بالزكروم فهمتي، باش فهمتي بقى كيسد الباب بالزكروم، ما يمكنش تحل انت فهمتي، خصك ترس الباب عاد تحلها. هي داك باش في اخر مبادرة مع امو قلت لي صافي، قلت لي شحال ترحلوا؟ قلت لي صافي حتى حنا راح نمشوا بحالنا من هنايا. قلت لي انتما كنت جالسين معاكم انتما، قلت لي مشيتوا انتما صح حنا نمشوا بحالنا من هنايا صافي. قال لي الخير ديالكم غنمشي معاكم، ما نبقاش معاكم الخير اللي كان هنايا. هي ديك خاي بادر باش جينا دابا جينا نرحلوا، امو للدار جاي يتكاتب معانا صافي، باش يتكاتب معانا. تكاتب معانا في الصباح العشيه زينا الرحيل، الصبح هو باش فاق، باش فاق داك البير وداك سميتو داك ثلاثه البير اللي كانوا عامرين بالماء والعوينه بحال ما عمر داز الماء تما، كاع كلشي نشف كلشي راب. قال لي قلنا واش درتو شي حاجه لهاد الدار هادي، واش عندكم شي حاجه فيها؟ قلنا له لا حتى حاجه، بحال ما عمر الماء داز تما ليس. واو هي داك خويا بدر رحلنا، دوزت واحد ايام قليله ومشيت خدمت في واحد الشركه، و هي هذاك انا خدام في واحد الشركه، واحد الشركه، وجيت بالليل قلت للواليده انا نمشي نسافر عند الواليده، عند سميتو عند عند خالتك انت بوحدك انا في الدار صافي. هي داك خاي بدر مشيت شعلت الضو، كان الضو ديالنا اصفر ولا ابيض في البولات البيت. قلت شنو هادشي واقع تاني في هاد البوله؟ بقيت نطفي ونشعل، تنطفي ونشعل، تنطفي ونشعل. شويه خرجت جنيه مباشره قلت لي السلام عليكم، قلت لكم السلام. هادشي في المدينه ماشي في ديك الدار، في المدينه. في المدينه تعرف حنا خايب اخر نوبه باش يخرجوا لي. قلت لي انا راني بغيت نكون معاك علاقه وهادي وفهمتي اي حاجه، اي حاجه بغيتي بحال هكا زعما تصرى عليك شي واحد حتى انا نوقف معاه في اي حاجه. قلت لها انا اصلا قلت لها انا راني كنت عايش معاهم كيفاش، شكون هما شكون هما؟ بقات تقول لي مرة مسلمين بحالنا هادوك الناس. قلت لها انا من اديك ما وانا معجبه بك بغيت نكون معاك علاقه واحد. قلت لها ما يمكنليش، قلت لها اسمحي لك انا مسلم من اديك. وعرفتي خاي بدر ملي تدخل بحالك تلقى ريحه الكبريت في الدار وهذا عارف راه بحال كان بحال اللي كان ينجن في هذيك الدار، تشم فيه ريحه الكبريت مع ان واحد الريحه ديال مختلفه حقاش كنت مولف الريحه ديالو. شميت ريحه الكبريت قلت صافي هذا جن عاوتاني هنا في الدار هذا. ديك تمرك كبريت في البيت ولا شي حاجه عارف راه كينجي. هذا هو اللي انا فهاد المعلومه هذه. شي ريحه الكبريت نيش يعني ريحه الكبريت، شي ريحه الكبريت الاد صافي كتشم فيهم واحد ريحه الكبريت نيش واخا ما ريحه ما كاين ما ريحه كامله ديال ريحه الكبريت هذه اللي خرجت في التالي ريحه الكبريت بحال بحال. باش قلت لها نكون معاك علاقه ونتسلى فيك وهادي وهادي وما خصك تاخر معايا. قلت لها لا سمحيني انا ما نكونش معاك العلاقه الاول حقاش ما بقاش نعرف الخوف كنضرب معاهم عادي ولفت فهمتي. ما كنت درعت لها في هضره الاول كنضرب معاها عادي بحال كنضرب معاك دابا هكا عادي. قلت لي هي فكر مزيان وحدك امان. قلت لها ما شوفي ما تعذبيش راسك انا ما ندير معاك لا علاقه الاول. قلت لي صافي سمح لي ومشات بحالها. مشات ودابا انا باش كنت نخدم كنخدم بالليل في واحد الحي الصناعي عامر، هذيك الشركه اللي خدام فيها عامره خايبه ضر بالجنون حاليا اقسم بالله عامره بالجنون. شي اللي تجمع اللي تجمع كيخرجوا شي خطوط مختفيين كوحل. شو واحد الدري يخدم بالليل فعاوده دخل يعمر قلعه الماء سقلوه الراس ديالو التكوان تاعو. وجاو واحد الدري عاوتاني مسكين شحال واحد ضربوه. دابا انا كنخدم بالليل صافي واخا كيبانو لي شي حوايج ما تنفهمش ما تنخافش كنشوف فيهم عادي عارف راسي ما يأدمنيش. متفقا يدوز من حدايا شي قطوط عادي تنعرفهم بلي راه مجنون. واخا كنت تبغي يوقفوا لي شي بعد مره كنمشي بحال كنمشي
دخلت تسرعت ولا شي حاجه مشيت لبلاصه وخليت الماكينه خدامه الماكينه ما كتوقع كتحس بها وقفت بوحدها بحال جيتي انت وقفتي عمليه لانك الخدمه اوتوماتيك بحال جيتي انت وقفتي عمليه ما كان ملي كنرجع خدمتي كنخدم الماكينه عاديه بحال ما كاين حتى حاجه وما تيديو داك فهمتي تيبغي يوقفوك العامل باش تمشي بحال ما بقاش تخدم بالليل هي داك خيبادر دابا شحال واحد تيخدي تدخل جنيا خيبادر تتقول نكون معاك علاقه كنت نمشي نكون مع خيبادر علاقه كتقول انا عطاك فلوس وما راه قلت لها كنا بالاول شي هما راه ما كيجيبوا لها فلوس لهم ما كيحققوش الامنيات كاع واخا تقول له جيب لي اللي جبتك ما يحققلكش ما غير اللي كنخدم طرف السحر كيمشي في طرف السحر كيدخلك فهمتي بزاف الحوايج اما داك المسلمين ما عمره يحقق لي يقول لك تقول له جيب لي شي حاجه يقول لك ما راه بحال كيجيب لي فلوس ما يجيبكش دابا حقا شي واحد تيقول لك راني سميتو تقول كون علاقة تقول لك أنا كونت علاقة مع جنية ودرت هادي وطردك لاباس عليك وكدا ما فهمتي هو مسكين وكي بدر راه كتبان له لاباس عليه هو راه مسكين راه كيهبل كيولي مشي عكاك كيولي فهمتي بالحياة وكدا هو كيبان له راسه هو اللي غادي يعطيك حقاش ملي كنت انت معاه هما تيعاودوا لي فهمتي تقول له دابا هذاك الخنزير كتولي انت موصف ومخانز وكدا بحال انت فهمتي ديك الريحة كتولي بحال تتولي الكبريت وكدا تبان له بحال زعما راك وليتي لاباس عليك الو تسمعك تسمعك كمل لي عادي فهمتي خير وهاد كفرو كبرت معاهم انا بزاف د الحوايج بحال وراوني بزاف د الحوايج علموني زعما فكيدا بحال ما تضربش هكذا وهذا كدير ما خصكش تقيسها هادي ما خصكش تقيسها وسمي الله اللي بحال كيجي تقطع شي بلاصه فيها الماء قول بسم الله قال لك تسمح توكل على الله قال اي حاجه ما تاذيكش وهذاك اللي كانوا معك في الصغر ما عاودتيش تلاقيتيهم ما عاودتيش شفتيهم ما صافي مين رحلنا ما وليش تلاقيتهم كاع حقاش ما صافي قالوا لي صافي مشيتو صافي وديك الدار بعتوها ولا بعناها خويا بار بعناها قلت لك داكشي اللي كان فيها لا يستر بحال ما عمر داز شي حاجه فيها بحال ما عمر الماء كان فيها كاع بحال اللي زعما بحال درا فيها شي جفاف الكرم اللي كان فيها يبسو وداك الشجر اللي زرعتو انا بيدي كله يبس شنو درتي بعدا كمل لي جنية درت مسار بقيت نهضر معها هادي قلت لها سمحي لي ما نكون معك لا علاقه لا والو ولا هادي لا هادي قالت لي صافي قلت زعما عندك مولات تفكرش ثلاث ايام قلت لها قلت لها انا ما ندير معك لا علاقه لا والو قلت لها انا فهمتي قلت لها انا انسان جنية ما يمكنناش نتفاهموا انا وياك بزاف الحوايج قلت لي لا قلت لي راه قلت لي جرب وكذا قلت لها لا ما يمكنليش قلت لي قلت لها اسمحي لي عرفت كي دايره خيبادر قلت لي اي وحده شتيها اي وحده قلت لي اي وحده شتيها في عجباتك قولي نصيف لك بحالها قلت لي حاجه وحده ما تغيرش فيها فعلا كي كتشوف اخرين قلت لي حاجه وحده فيها ما تغيرش هي جلي قلت لها صافي قلت لها اسمحي لي انا ما عملكم معك العلاقه واصلا خيبادر هما عندهم الطول ديالهم شي متر و36 متر و40 فهمتي قصاري ما كتعذبش هاد الطول هذا كاع ما تيطوالوش كاع ولكن في الجمال جات في حد الهاية الجمال تقول فهمتي ما عمرش في حياتي ديك الجمال اللي كان فيها قلت لي زعما في أي وحدة عجبتك في الزنقة وشتيها نتهيئك ليها وعادي قلت لها لا تسمحي لي قلت لها أنا نكون معك لها علاقة لا والو خلاص مساكن في الصغر ما عمري نسى خيرهم كاع وقفوا معايا واحد الوقفة مساكن عرفتي احبابي ما دايما وقفوش معايا هما مساكن كنت يتهلاو فيا الماكله ما عمري نسى ديك الماكله اللي كيجيبوني مساكن ودابا حاليا دابا حاليا صافي انا صافي حاليا عادي ما فهمتي اخر نوبه خرجت لي هي هذوك وفهاد الشيء اللي خدمت نحس بهم كاينين تما بحال كنحق سنه زوري كنشوف بحال كنعرفهم باللي راهم هذوك جنون وهذا ما كناديهمش هما ما كيأديونيش واخا هما شياطين تما ما كان ما كناديهم هما ما كيأديوني كنخدم عادي ايه هذه القصه قصه قصه انت وخايبه طراتي ملي كنت عاجيني في الشتاء في الشتاء ملي كنت تجي الشتاء كنحس باللي تيقول لي شوف واحد النهار قال لي كنت غادي نلعب كره قال لي بلا تمشي كنت انا نلعبت معهم واحد التورنوا كنا نلعبوا في واحد الجهه هذيك الجهه كيضرب عندهم الحجره بزاف تكروري وكذا قال لي ما تمشيش دابا قال لي راه مش كلمه بلا نسمك بلاصه قال لي راني مشيت لتما شفت حقاش سمعتك تهضر مع الدري وكان تيطير حدايا كتبحال شكل عصفور
قال لي باش مشى تما رجع، قال لي انا كنت غادي نجيب السبر ديالها باش مشي، قال لي ما تمشيش، قال لي تمشي تما راه كتفلق ولا شي حاجه طرا عليك. قلت له راه واحد الشات بلوي تما مشي هاد راه جاي في الطريق تما. هي ديك صباح الله ما مشيتش، شوف الدراري مشاو في هذاك باش يلعبوا الدرما، وجاو هذاك الحجر واحد العشر قاصح لا يسترجع فواحد الوقيته ديك التكرور الغليظ ديك دق لهم الطوموبيل، واحد جوج دراري مساكن تهرسوا تقلبت بهم هذاك الطريق. قال لي ما تمشيش وهذا وشحال شحال بلاصه تيقول لي ما تمشيلاش ما كنمشيلاش تكون مزيان هي هادي. وفتي وكنت تيقول لي نوض تصلي معانا وهذا ما تيبغي يقرا خايبه در القران تبارك الله هاد الجويد عنده كي داير تبارك الله. هذا ولدها ولا هي؟ ولدها هي كتصلي تيصلي بجوج بهم. دابا هو كتبان لك كيبان لك صغار وما كيصليو كاع عبد الله وكذا تيهضروا على القران تيهضروا على الاسلام فهمتي؟ مقدي مو كبير تكون شحال عندها معاهم كتبان فهمتي؟ حقاش هو باهم مات باهم فهمتي قال لنا باهم مات وهذا باش قال لنا راك بقيتي فينا باش هما خرجوا لنا تهلاو فيا وكذا. وكنت تعطيني فهمتي جميع الفواكه اللي كنت نتشفاها مساكن كتجيبوها جميع الفواكه سبحان الله. دابا هما مشاو دابا هما مشاو مشاو خرجوا بديك الدار مشاو للجزائر خويا بدر هما خرجوا من ديك الدار مشاو للجزائر صافي مشى بحال الجزائر. وقلت لك صافي حقاش ما قال لها مشى لديك واحد الواد تما نسيت على واحد البلاصه واحد البلاصه خاليه تما فهاديك اللي راه عندنا مشى عند خالتي تما وعايشوا مع خالتي وكذا. واصلا ملي كتيجيو هما عندهم خوالاتهم تما ولا عائلتهم اللي كتجيو من الجزائر صافي ملي تيجي تقول لها راه عندنا العائله ما نلعبش معاها غد النهار حتى يمشيو ونلعبو انا وياه تيجي يخرج عندي الحق تيخرج في سيف سحنج ما كيوليش غير كيهضر وكيمشي تيقول لي صافي انا مش تيمشي عرفتي. حنا عرفتي ملي كيكون عندنا تيجي عندنا العائله ولا كدا تيجي تولي بحال الطوير صافي تبقى يضرب الدار. واحد النهار كنت نجلس انا واحد الدري صاحبي الدري صاحبي تخلع دابا الدار مورا حنا كنلعبوني في التراب وكنهضرو بحال واقفين كنهضرو. هذيك الساعه راه كنت عندي في عمري وقال شي 14 عام ولا كنهضرو عادي كنلعب باش نلعبو كورة. وجا قامورا قال لي قال لي الطير هذا ما فهمتوش الطير غريب اخاي. قلت له لا ما تقيسوش قلت له ما تضربوش. قال لي ما بغاش يهرب حدانا كاع هو راه كاع تيتصنت علينا باش كنلعبو شنو نلعبو فهمتي. بحال شنو كنتي تلعب معاه فاش كنتي تلعب انت وياه؟ كنلعب انا وياك تلعبوني كورة تيناس حدايا تلعبوني كورة كنت نفلت تنقى مع من لعب تلعبوني كورة سبك تندبزوني شحال مره مسكن ضربتو ما عمرو اداني كاع. تقول لي مو ما داي ما يضربوش كتقول لي حشوم واحد النهار ديك البريكه عرفتي البريكي ديال باش يبنيو البريكه ديال لا بريكه ديال البيل باش كيدوي بالليل اييه اها وزعمت كنت انا ساعتني عادي شي غير ما كان والو فهمتي شنو قلتي من البريكه شي غير سعلي بريكه انت خليت انا وياه زعما بحال كي ورا مسكين ما هضر معايا ما والو مو قلت له صاحبي قلت له ماشي مشكل وليدي لعبوا انت وياه فهمتي راه بحال خوك هذا ما تبقاش تضربوا كل ديم كنقول له ما كنضربوش فهمتي هو مسكين كيعطيني خاطر بزاف وصبر وفهمتي واحد الصبر ديالي كيبقى في الحال كنت انت ماكش عارف الصبر ديالي مزيان كيجي يلبسها معايا مسكين هو فهمتي كيساعدني بزاف الحوايج وبعد مرة كنا سنكا ناس حدايا بالليل وفوق في الصباح كتضرب كتوصل الشمس كيمشي بحال مو تيخرج بعض ما كاينش يبغي يخرج عندي كاع في 12 وفهمتي اي كتيت يد العاصر تيقول الله اكبر العاصر عاد تيخرج سبحان الله. وفي الليل عرفتي تلعبون بالليل تلعبوني بزاف وفوقتها في الشتا كيعجبو ما شتي يخرج فيها اللعب كون كنلعبوني في الشتا بزاف قصة شنقول لك تلعبوني وياه فهمتي. بعد مرة واحد النهار حق الله واحد النهار في المدرسة كنت مسكين انت واقف في السور تنطلع عليكم بالشر انت بلي راه واقف مع ديك الربعة ونص العشية واقف تيسني تيطير منا تيمشي عرفتي يطير ويجي يطير ويجي عندي تيقول لي بحالك تيقول لي ما تخرج تمشي بحالك مني بلا ما تمشي مع الدراري نضغي باش نوصلو بحالنا صافي تنحط السكارة
كتجي لويتا تقول لي واش كليتي انت في المدرسه نشوف كتجي انت شبعان ما فهمتكش. قلت لي انت قيس غريب انت. قلت لي حنا الفخريه حنا بحال تقول بالعربيه حنا مزلوطين يعني انت كتجي شبعان ما فهمتش. كنقول لها لا هكا قلت لها حق راه انك في مدرسه مطعم هادي ومسكين كيجي كيتعرض لي بالماكله تيعطيني الماكله. واحد النهار جيت لقيت امو مشات واحد العوينه تما شنو جابت قلت له واحد العين تما هبطت لها قلت امو ويا بنت كي تهبط معانا هبطت معاهم وطلعت جابوا واحد الماء وهضروا هبطوا هضره مع واحد الوحده مع شكون لك سميتها واحد السميه تما ما شنو. قلت لي ولدي ما تشوفش فيها هذه خليها. قلت لي زعما انت وحقاش كان سميتو احمد. قلت لي انت احمد هنايا لما تشوف هذيك العوينه ما تشوفش فيها زعما راه نمشي عندها. قلت لها زعما زبي معاك الانسان هذا هنايا اللي عندي كيفاش ما فهمتش. قلت لها زعما قلت لها زعما هذا الانسان انسان جايب عندي البلاصه عندي هنا شنو. قلت لها لا قلت لها ترى كنسد بحال زعما قلت لها راه كنعرفو وكذا ما تخافيش. قلت لي ما تضرش ولدي تشوف فيها وكذا ما شفتش فيها انا كاع. بقيت انا ولدها حنا تلعبوا صافي جينا طلعنا فواحد البلايصه بقيت طالع عادي حقاش هما كيتمشاو حدايا عادي وانا غادي معاهم كنتلاوت. قلت لها شنو جيتي دي من عندهم. قلت لها قلت لي راه شي صخره جابتها لي من عند واحد الوحده بنت عم مواقيله ولا شنو من هذيك من الجزائر. قلت لها زعما جيتي معاك يشوفني هنايا هي هذيك خرجت من واحد العوينه تما خرجت منها دخلت الاخرى لامها امها سميتو امي احمد دخلت جبدت هذيك باش نجبس في يديها وجات غادي. قلت لها واش تاكل. قلت لها ما ناكلش هادي. عطاتني واحد جينا طغاني شويه في الطريق قلت لها ترى ها الصخره اللي جات من الجزائر عطاتني واحد الخبزه بحال هي حتى شويه ما فيهش هذيك الماكله اللي فيها ما عرفتهاش. بقيت حتى ناكلو غادي. قلت لها زعما شنو كتجيك هادي علاش ما كتبانش بحالكم هادي. قلت لها هادي راه بوحدها. قلت لها هادي عايشه في ديك الجهه تما. وجينا طلعنا ويا تنهضروا عادي. قلت لها زعما واش ما يمكنش تجي عندك في الدار تعيش معاكم. قلت لها لا. قلت لها هذيك البلاصه تما حنا دارنا هي معاكم تما الفوق. وحدنا راه تنجيو عندهم واحد العائله ما كتخاصموا معاهم. واش كتخاصموا معاهم كنسمعوا الزديح في هذا بلي كنسمعوا الزديح في تحت البيت في البيت اللي كنت نلعب انا وحمد. تيتخاصموا ممكن كتتخاصموا معاه على شي حاجه شي مشكل بيناتهم كتتخاصموا. قلت لحمد مالكم. قال لي راه شي مشكل جا عندنا عائلتنا وراه حنا هما واحد الصوت عندهم واحد الصوت ديالهم مختلفه خايه واحد الصوت ديالهم بحال كتخرج بحال كتخرج فيها السخونيه بحال شكل العافيه كتخرج الهب ديالها كتبقى ما فخا بحال كصط عليك وعيا ما كنقول بحال كنتي كيدير اوف هذاك الصوت ديالو بحال اللي تخرج السخونه. ايه واش غنقول لك هادي فهمو قصه في شكل بصراحه.